بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بإخواننا المهندسين والزراعيين والمهتمين بالشؤون الزراعية في جميع أنحاء الوطن العربي. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتشرف النهاردة بإن احنا نبث لحضراتكم فيديو عن العناصر الغذائية أو الأسمدة. في الحقيقة المقصود بالفيديو ده هو مش الناس البروفيشنال، أنا بطرحه على الناس اللي هي لسه مبتدئة جديد في الزراعة، او المهندس الزراعي اللي هو ما درس مثلا في اراضي ومارس المهنة كخريج زراعة من اي قسم كان، او بالناس الفلاحين اخواننا الفلاحين او المزارعين اللي هم لسه جداد في المهنة. يعني ايه سماد؟ الاسمدة يا جماعة عبارة عن عناصر غذائية بنحطها للنبات عشان يكمل دورة حياته بشكل سليم. ده باختصار شديد خالص وبالبساطة خالص. طيب العناصر دي يا جماعة العلماء قسموهم ل16 عنصر، وقالوا ان العنصر عشان يكون مغذي فيه كم شرط عشان نعتبره عنصر مغذي. ايه هو الشروط دي؟ قال لك ان النبات لا يستطيع ان يكمل دورة حياته في عدم وجود ذلك العنصر. يعني لو الازوت مش موجود في النبات والنبات ما قدرش يكمل دورة حياته بدون وجود الازوت، يبقى ده عنصر. تمام، ان مفيش عنصر يحل محل العنصر التاني في الفايده بتاعته. يعني ينفع احط نيتروجين في مرحله مثلا يكون عندي ثمر عايز اخليها تبقى كبيره احط ازوت؟ ما ينفعش، لازم احط بوتاسيوم. تمام، عايز صلابه مثلا في الحبايه ينفع احط اي حاجه مثلا بوتاسيوم مكان الكالسيوم؟ لا مش هينفع، كل عنصر له شغل معين داخل النبات. قال لك برضو من ضمن الشروط بتاعت العنصر ده هو ان لا يستطيع النبات ان يكمل دورة حياته بشكل سليم وطبيعي بدون وجود العنصر ده. هو كده تمام. طيب العناصر الغذائية دي كم عنصر؟ العناصر الغذائية دي يا جماعة 16 عنصر. العلماء عفوا اتفقوا على 16 عنصر، قال لك منهم عناصر كبرى ومنهم عناصر صغرى. طب العناصر الكبرى قد ايه؟ قالوا 9. طب والعناصر الصغرى يا جماعة؟ قالوا العناصر الصغرى بتكون 7. طيب ايه هي العناصر الكبرى؟ قال لك الهيدروجين والاكسجين والكربون. الهيدروجين النبات بيمتصه من المية، والاكسجين والكربون من غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء، دول من عند الله سبحانه وتعالى. والان بي كي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والكبريت والمغنيسيوم. تمام، دول العناصر الكبرى. تمام، دول العناصر الكبرى. طب العناصر الصغرى؟ قال لك الحديد والمنجنيز والزنك. الحديد والمنجنيز والزنك والمولبدنم والبورون والنحاس والكلور. تمام، يبقى دول 7، دول العناصر الصغرى. طب ايه الفرق يا جماعة ما بين العناصر الكبرى والعناصر الصغرى؟ عشان بس الناس اللي بتسأل كتير، يا جماعة مفيش فرق بين العنصر الكبير والعنصر الصغير غير حاجة واحدة بس في الأهمية، هم متساويين. النبات عايز الحديد زي ما عايز النيتروجين، عايز الكلور زي ما عايز البوتاسيوم، عايز المولبدنم زي ما عايز. المهم هم متساويين من حيث الفايدة والأهمية، بس الاختلاف الوحيد بينهم ان ده هو العناصر الكبرى بيحتاجها النبات بكمية كبيرة، والعناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكمية صغيرة. تمام، لحد كده مظبوط. طيب بالنسبة للعناصر الغذائية، العناصر الغذائية النبات محتاجها ومحتاجها في فترات معينة. في كل عنصر له السورس بتاعه او المصدر، في كل عنصر منهم له السورس بتاعه او المصدر، فبناخده من المصدر بتاعه. المصدر ده ممكن يكون ايه يا جماعة؟ المصدر ده ممكن يكون سماد بسيط اللي هو السيمبل فيرتلايزرز. تمام، اسمدة بسيطة، او ممكن يكون كومباوند فيرتلايزرز اسمدة مركبة. ايه هو السماد البسيط وايه هو السماد المركب؟ السماد البسيط اللي هو بيحتوي على عنصر واحد بس، يعني سيادتك خدت شكارة يوريا ورحت بادرها او عاملها نثرا لشويه ذره شاميه عندك، فده سماد بسيط اللي هو الازوت. تمام، طيب
رحت خدت شكارة نترات وقمت مسميت بيها دسمة بسيطة اللي هو النترات في صورة نتراتية، أزوت برضو في صورة نتراتية. طيب خدت حمض فسفوريك وحطيت منه ده برضو. طيب بالنسبة للسماد المركب، قال لك السماد المركب هو اللي بيحتوي على أكثر من عنصر غذائي، يعني ممكن يكون 2 وممكن يكون 3 وممكن يكون 4، تمام، وممكن يكون أكثر من كده. بمعنى برضو ان انا لو عندي سماد مركب 20 20 20، سماد مركب 19 19 19، سماد مركب 18 18 18، بتبص تلاقيه 18 يعني ايه و20 يعني ايه و19 يعني ايه. ان بي كي، الان دي رمز عنصر النيتروجين، والبي اللي هي الحلقة من فوق دي رمز عنصر الفوسفور الفوسفورس، تمام، والكي رمز عنصر البوتاسيوم، تمام، ده رمز عنصر البوتاسيوم ماشي، والكالسيوم سي اي اللي بالعناصر الكبرى، والكبريت الرمز بتاعه الاس، والمغنيسيوم ام جي، تمام، دي العناصر الرموز بتاعته. لما هو بيكتب لي ان بي كي يعني معناها ان هو بيقول لي عندك نيتروجين 20 وعندك بوتاسيوم 20 وعندك فوسفور 20. طيب تلاقيه عامل زائد ام جي، يعني مغنيسيوم كاتب لك 1% 2% زي ما بيقول، ماشي، زائد ال اي يعني عناصر صغرى كمان غير الحاجات دي كلها، غير العناصر الكبرى، وحاطط لك حديد، حاطط لك نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم، وكاتب لك علامة زائد ام جي مغنيسيوم زائد ال اي يعني عناصر صغرى كمان معاك، تمام. فده سماد مركب في اكتر من عنصر. في سماد مركب في عنصرين اتنين زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي على الطبيعة، خليك معايا. سماد سلفات المغنيسيوم 16% هي سلفات مغنيسيوم، ماشي، مغنيسيوم سلفيت اهو مكتوب عليه، ماشي، ده سلفات مغنيسيوم، ده بيعتبر سماد مركب. طب هو سلفات مغنيسيوم، طب ليه مركب؟ ما هو في كبريت وفي مغنيسيوم بس، مع ان احنا يعني معظم الناس بتعتبره احادي، بس لو جيت للحقيقه هو في مصدر المغنيسيوم 16%، بس برضه ما تنساش ان هو فيه كبريت، تمام، ده سلفات مغنيسيوم، ده بيعتبر مركب. طيب مركب زي دهوت، ده سلفات بوتاسيوم، تمام، سلفات بوتاسيوم، بوتاسيوم سلفيت، البوتاسيوم هو 51%، تمام، و18% عندي ده كبريت اهو اس، تمام، ده سلفات بوتاسيوم، تمام. طيب تعال على السماد ده، اهو السماد ده ايه؟ السماد ده هوت اهو كريستا كي، بس الان كي يعني نيتروجين وبوتاسيوم فرتلايزر، سماد 13.5 ماشي، دي نيتروجين وزيرو فوسفور، ما فيهوش فوسفور خالص، ورايح عندك هنا كاتب لك 45.5، 45.5 دي ايه؟ بوتاسيوم. دايما الرقم اللي في النص، سواء الراجل اللي كتب كان كتب انجليش او عربي، دايما بيكون الفوسفور. وبرده كتب لي تاني اهو التوتال نيتروجين، النيتروجين الكلي كام؟ ان اللي هو الرمز بتاعه 13.5%، ماشي، وكتب لي بقى صورة النيتروجين ايه بقى هنا، قال لك نترات نيتروجين، نيتروجين نتراتي اللي فيه 13.5%، تمام، والبوتاسيوم عندي 45.5% زي حضرتك ما شايف كده هو ده اللي هو. مش هتلاقيه مكتوب هنا، الاجانب دايما في الاستيراد ما بيكتبوش الكلام ده هنا، شايف هو كاتب بس هو ادي الشكارة من ورا، الاجانب بيكتبوا دايما ورا، ماشي، او بيتعاملوا مع ان الناس كلها فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. ده سماد مركب يا جماعه، ليه؟ فيه اكتر من عنصر، تمام، فيه اكتر من عنصر غذائي، اللي هو فيه النيتروجين على صوره نترات، وفي البوتاسيوم 45.5%، ودي افضل حاجات النترات على فكره. طيب نيجي بعد كده ل ايه ده بقى؟ ده سلفات امونيوم، بس احنا بنقول سلفات نشادر، الناس بتقول سلفات نشادر سلفات المونيوم. ده التركيب بتاعه النيتروجين اهو،
21%، الكبريت كام؟ 24%. على فكرة احنا كلنا بنعتبروه سماد أحادي أو بسيط، بس هو في الحقيقة مركب. ليه؟ لأن فيه نيتروجين وفيه الكبريت. والكبريت ده من العناصر الكبرى ولا لأ؟ من العناصر الكبرى. والنيتروجين من العناصر الكبرى ولا لأ؟ من العناصر الكبرى. طيب 21 أهو نيتروجين و24 كبريت، تمام؟ وكاتب لك القصة بتاعته كاملة أهي. طيب لما تيجي هنا ايه ده يا عم؟ ده حمض فوسفوريك H3PO4 اللي هو الرمز الكيميائي بتاع حمض الفوسفوريك، وكاتب لي تحت اهوت كلمه فوسفوريك اسيد اللي هو حمض الفوسفوريك، ماشي، وكاتبه لي 85%. 85% ده ايه؟ ده حمض الفوسفوريك، ده سمد احادي، هو فيهوش الا فوسفور، تمام. H3 يعني ثلاث ذرات ميه على فكره، بي او 4 اللي هو الفوسفور. طيب طب نيجي هنا، ده ايه ده يا جماعه؟ دي ايه يا جماعه؟ دي نترات كالسيوم اهو، دي نترات كالسيوم. هو مش كاتب، ولكن تعال نروح كده عليها اهي، 15% دي نترات كالسيوم. هو كاتبها بالروسي عنده ولا بالصيني؟ ده هو كاتب بكل لغات العالم اهو، بس تعالى احنا عندنا هنا في العربي اهي كاتب لي 19% 19% كالسيوم و 15.5% نيتروجين. بس خد بالك ال 15.5% نيتروجين فيهم 14% حمض نتريك، وفيهم 1% امونيا. ده التركيب بتاعها اللي السايد يعني، واللي موجود دي اللي هي الايه، دي نترات بوتاسيوم اهي، بعرضها لحضرتك تاني اهو، تمام. ده سماد يعتبر مركب، لانه فيه نيتروجين وفي كالسيوم. الكالسيوم اكتر من النيتروجين فيه 19%، النيتروجين 15.5%، تمام. ده يعتبر مركب. طيب حاجة بقى زي دي اللي الناس بتحكي فيها كتير، ده سماد مركب. يعني ايه سماد مركب؟ قلنا يعني فيه اكتر من عنصر غذائي. طب ما تيجي نشوف القصة دي عاملة ازاي بقى. اهو التركيب بتاعه الراجل قال لك اهو بالعربي وبالانجلش اهو، نيتروجين كام؟ نيتروجين هنا 20، تمام. نيتروجين هنا 20، خامس اكسيد الفوسفور B2O5 20، اكسيد بوتاسيوم 20. طب ده السماد ده مركب؟ ايوه مركب، انه فيه اكتر من عنصر غذائي، وده ال NBK. مش مركب وبس، كمان ده مركب ومتعادل. متعادل في ايه؟ في اكتر العناصر الغذائيه، او اكتر كميات بيحتاجها النبات من العناصر الغذائيه اللي هي ال NBK، اللي هي الضروريه جدا، وبيحتاجها النبات بكميات اكبر من اي عنصر ثاني. NBK كام؟ 20 20 20، تمام. يعني متعادل، يعني لما بحط السماد دهوت بلاقي فيه التلات عناصر متساويين، التلات عناصر متساويين، اللي هو النيتروجين متساوي 20، وخامس اكسيد الفوسفور اللي هو الفوسفور يعني 20%. ما هي دي الصوره يا جماعه، و 20% اكسيد بوتاسيوم، اكسيد بوتاسيوم بي الكي تي او، تمام. ده اكسيد البوتاسيوم 20 20 20، تمام. طيب نيجي لسماد مركب زي ده، الراجل ده حاطط لي 15 10 31 زائد تي اي، التي اي دي اللي هي قلنا العناصر الصغرى، تمام. وكاتب لي كلمه هاي بوتاسيوم اهو، هاي كي، هاي كي يعني بوتاسيوم، قلنا الرمز الكيميائي بتاعه، وهاي يعني عالي، عالي البوتاسيوم، تمام. فالمقصود بالسماد المتعادل العناصر كلها موجودة فيه زي بعضها، تمام. المقصود بالسماد المركب اللي هو هاي بوتاسيوم يعني عالي في البوتاسيوم. ممكن يزود لي الكمية العشرة دي خليها عالية، يخلي الواحد 30 مثلا مكان العشرة، يبقى كده عالي فين؟ في الفوسفور. فدايما تقرأ الرقم ده هوت عشان تحدد انت رايح فين، تمام. لو هتستخدم اسمدة مركبة اللي هي ال NBK فيها متعادل،
دي في مراحل معينة من حياة النبات. طيب انت هتستخدم سماد يكون ال NPK فيه الفوسفور عالي، يبقى الفوسفور هتلاقيه عالي، يعني زي مركب 13 40 13. هو معنى 13 40 13 ان 13 ازوت و40 بوتاسيوم فوسفور و13 بوتاسيوم، تمام؟ يبقى ده في عالي في البوتاسيوم. طيب لما في مثلا سماد مركب فيه 10 10 40 مثلا، يبقى ال 10 نيتروجين وال 10 فوسفور وفيه البوتاسيوم فيه 40، فده هاي بوتاسيوم، عالي فين؟ في البوتاسيوم. ده برضه حاجة تاني، شكل برضه من أشكال السماد اللي هو المركب ال 20 20 20 اهوت، التي اي اللي هي العناصر الصغرى برضه بتاعته. الألوان مختلفة يا جماعة، الألوان ما تفرقش معانا في أي حاجة خالص، الألوان ما تفرقش معانا في أي حاجة خالص، ده اللون. ده اللون ده ماليش دعوة بيه، دي صبغات هما بيحطوها عشان يميز السماد بتاعه. مش أكتر يعني. دي اللون بتاع ممكن تلاقيه أبيض، ممكن تلاقيه أصفر، ممكن تلاقيه أحمر، ممكن تلاقيه أخضر، ده ما تفرقش معانا في حاجة، المهم تفرق معانا الأرقام اللي هي كاتبينها أوي دي. الرقم ده يفرق معايا أوي يا جماعة. ده 20 20 20 يعني 20 نيتروجين و20 فوسفور و20 بوتاسيوم، يعني سماد متعادل، سماد مركب متعادل، سماد مركب متعادل، تمام؟ طيب طيب نيجي حاجة زي ده، هي دي اليوريا فوسفايت، اليوريا فوسفايت 18 44 صفر. هو ده سماد ايه؟ ده سماد مركب، تمام؟ ال 18 دي ايه؟ دي ازوت، بس الصوره بتاعته ايه؟ يوريا، على صوره يوريا. 44 ديت على الفوسفور، والصفر ده يعني بوتاسيوم، بقول لك ما فيهوش. ان بي كي، ان بي كي. طب لو جيت لها من الانجليزي ان بي كي، لاحظ البي اهي او الفوسفور في النص، ان بي كي، تمام؟ يوريا فوسفايت يعني 18 44 صفر، تمام؟ يعني معناها النيتروجين عنده على يوريا، هيئة يوريا 18%، 44 فوسفيت، صفر بوتاسيوم، تمام؟ ده سماد مركب ولا بسيط؟ ده سماد مركب. ليه؟ لأنه فيه أكتر من عنصر، فيه أزوت اهوت وفيه فوسفور. طيب ما تيجي للمونو امونيوم فوسفيت، مونو امونيوم فوسفيت، مونو امونيوم فوسفيت، ده مركب ولا بسيط؟ لا ده مركب. ليه؟ احادي فوسفات الامونيوم 12 61 0. 12 دي يعني ايه؟ يعني ازوت. 61 دي يعني ايه؟ يعني فوسفور. صفر يعني ايه؟ يعني فيهوش بوتاسيوم. يعني ساعه ما نبدا نحجم او عايز نكبر الثمره بتاعتي، ما هم فيهوش بوتاسيوم، مش هيديني كتير، بس نترات البوتاسيوم بقى هتديني كتير. طب البوتاسيوم صلفيت هيديني برضو كتير، تمام؟ ده المونو امونيوم فوسفيت، احادي فوسفات الامونيوم 12 61 0، تمام؟ 12 ازوت، 61 قلنا الرقم اللي في النص دايما بيكون فوسفور، الصفر ده اللي هو البوتاسيوم، ان هو يعني ما فيهوش بوتاسيوم. الراجل بيقول لك يا عم انا ما عنديش بوتاسيوم، ما فيش بوتاسيوم، تمام؟ ده بقى الدايو امونيوم فوسفيت اللي هو الداب يا جماعه، ده الداب، خد بالك ده الماب، ده الماب، ده الماب، مونو امونيوم فوسفيت ده الماب، ماشي 12 61 0. طب الداب دايو امونيوم فوسفيت اللي هو ثنائي فوسفات الامونيوم، ثنائي فوسفات الامونيوم، ده سماد مركب ولا والله ده مركب. ليه؟ دي اي بي داب كام يا عم ازوت فيه؟ 18، الفوسفور 46، البوتاسيوم 0. طب هم عاملين ليه المركبات ديت؟ عامل المركب دهوت عشان بدل ما تضيف سلفات امونيوم وتضيف لسوبر فوسفات في وقت التجهيز، لا هو عمل لك الحاجه دهيت وعملها لك محببه كمان، عمل لك الحاجه دهيت وعملها لك محببه كمان، بحيث انك انت تحطها على طول بدون اي مشكله، يعني بدون اي مشكله، ماشي؟ بتحطها في الإضافات الأرضية ساعة التجهيز بتاع
التجهيز بتاع الارض بتاعتك، تزرع طماطم، تزرع اي حاجه، تزرع بيوت محميه، تزرع بطاطس، بتحط المركب ده هو وخلاص. فيه الامونيوم هي وفيه الفوسفور 46%، بي تو او 5 خمس اكسيد الفوسفور، تمام. البوتاسيوم قال لك انا ما فيهش خالص، تمام. في سمات زي اليوريا طبعا كلكم عارفينها دي، تمام. دي اليوريا، دي عنصر واحد، سماد مركب ولا مش مركب؟ ده سماد بسيط مش مركب، تمام. طيب السماد يا جماعة الأحادي ممكن يكون بودر وممكن يكون محبب وممكن يكون سائل، تمام. يعني ده هو مثلا مركب، ده بوتاسيوم، وخلي بالنا محمل على احماض امينيه طبيعيه اهوت. ده الميتالوسايد طبعا عارفينه من سنين، من تقاله بتاع 20 سنه شغال، امريكي المركب. ده سائل، تمام. ده بترش فوليار ابلكيشن، رش ورقي، تمام. ده سائل. طيب الراجل ده جايب لي مجموعه عناصر اهو تاني، وقال لي كروب يعني مجموعه عناصر كلام كليتس يعني مخلبية اهي، تمام اهي. طيب الراجل ده هو برضه جاب لي تاني وقال لي ده الكالسيوم. طيب جه بقى تاني وقال لي ده حديد، ده حديد تمام مخلبي، وده منجنيز، وده زنك. خد بالك المنجنيز دايما بيكون فاتح شويه في اللون بتاعه عن الزنك، تمام. طيب حديد منجنيز زنك، حديد منجنيز زنك. طيب الجماعه بتوع تورت كرب قالوا والله احنا هنحط لكم بقى كل العناصر دهيت في مركب واحد، وهيكون كله دي عناصر صغرى، شيلات عناصر صغرى هي، تمام اهوت، شيلات عناصر صغرى مخلبية بالكامل، خليط كيميائي من العناصر الصغرى المخلبية في صورة حبيبات دقيقة تم الذوبان في الماء، ماشي، لمنع وعلاج أعراض نقص عدة عناصر. هو حط لك كل العناصر الصغرى في المركب ده هو. ده مركب عناصر صغرى، سماد مركب عناصر صغرى، بس ده أحادي، الحديد أحادي، ده أحادي، المنجنيز ده ثنائي. اما لو هم عملوا كوكتيل على بعضه اهو، كاتب لك كلمه كليات سهيت اللي هي المخلبيه، تمام. يعني ايه عنصر مخلبي؟ يعني حاطينه في صوره كيميائيه بحيث ان هو العنصر يبقى ممسوك كده اهو، زي ايدي ما عامله دي ادوات الخل، روابط كيميائيه كده بيدخل فيها العنصر، بتمسك عليه كده اهوت، ما بتسيبهوش رغم البي اتش العالي او اي حاجه مالهاش دعوه بالقصص دي لحد ما بتسلمه للنبات، او بتسلم كميه كبيره منه للنبات، تمام. دي كانت قصه الاسمده المركبه وقصه الاسمده البسيطه. وقلنا السماد ممكن يكون بودر وممكن يكون محبب، ديت على حسب طبيعة الاستخدام. يعني هو مش يعني فهو عامله محبب علشان يقعد فترة كبيرة، لأن لما نحطه أثناء التجهيز ما ينفعش أحطه أثناء التسميد مثلا في أسمدة أو أنظمة الري التسميد الحديثة، في أنظمة الري الحديثة زي الري التنقيط ما ينفعش أضيف حاجة زي ديت، لأن هي اولا بطيئه الذوبان، وهو اساسا عامل لها اعدادات ان هي محببه هي، بحيث ان هي تفضل فتره كبيره في التربه وما تتحللش بسرعه، بتبقى سلو ريليسز او بطيئه التحلل، تمام. فبنضيفها اثناء التجهيز، ما بنضيفهاش بدري، يعني بنضيفها اثناء التجهيز، دي بتضاف اثناء التجهيز، ما بتضافش في أنظمة الري الحديثة خالص. دي كانت قصة الأسمدة المركبة والأسمدة البسيطة،
والقصة بتاعتهم يعني أعتقد إن اتعرفنا عليها بشكل إلى حد ما. طبعا هي فيها كلام كتير جدا جدا جدا، ولكن تعرفنا عليها بشكل إلى حد ما كويس.